بسم الله نبدأ بقى بنا يا شباب اليونت 3 بارت 1 اللي هو الجزء الخاص بالأدوات الربط والفيوتشر. تمام، ده في كتاب جيم طبعا. I will help you with your homework، هساعدك في الواجب بتاعك. After طبعا هنا لازم نلاحظ الآتي، أداة الربط فين بقى كده يا رب؟ نفوق عندي after اهي، هنا جاي قبلها ايه بقى؟ future. will help you with your homework، قلنا أدوات الربط. لو الناحية التانية في فيوتشر أو صيغة الإمبيراتيف الأمر، يأتي بعديهم present simple مضارع بسيط أو present perfect مضارع تام. فين بقى هنا؟ يبقى after I will wash، اوعى تجيب بعد after أو أداة ربط will، مفيش الكلام ده خالص، مفيش بعد after ماشي will ولا before ولا by the time، مفيش أدوات الربط يجي بعدها will. البديل يا present simple يا present perfect. will wash، wash the past، past 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 ماضي، لا هاد وجد، ما بلاش الغباء بقى وتجيب بعد افتر على طول ماضي تام على طول. الكلام ده هناك لو في باست سيمبل، في باست سيمبل هنا ولا ويل هيلب؟ ويل هيلب، يبقى الاجابه اي ووش. وتنفع حاجه تانية على فكره، شاطر قولها كده، قولها ووش، هتبقى ايه التانية بقى؟ ها هاف وجد، بريزنت بيرفكت يا بريزنت سيمبل. اي ذس ريبورت بيفور اي جو هوم، بيفور اي جو بريزنت سيمبل، بيفور اي جو هنا في بريزنت، يبقى فينا ويل على طول، يبقى ويل فينيش. He won't go home. تعال بقى الهبل اهو، بص won't go، يقول لك until، قبلها didn't didn't didn't، وبعدها past perfect. دي قاعده من ضمن قواعد until، لكن until هنا اهي بص كده until، ها قبلها won't go، present ده 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 present ولا ايه بالظبط، ولا past ولا future؟ won't دي اختصار will not، يبقى ده مستقبل منفي، يبقى يجي بعدها present simple او present perfect. فين right تنفع؟ right كانت تنفع لو فيها اس، ما فيش اس، ما تنفعش هاد ريتن لان ما فيش قبلها didn't ولا باست اصلا ولا روت، هي هاز ريتن مضارع تام اهو بريزنت بيرفكت. اي هي ويل ووش، ويل ووش، ويل 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 ووش، ويل ووش، هي ويل ووش اب بيفور هي تو بيد، هي قبل ما يروح ينام، يبقى فينا ويل اهو، يبقى بعدها بريزنت سيمبل، يبقى جوز. وانس ات اداه الربط وانس اهي، لحظة ما ايه called I will light the fire، هدف شغل الدفاية، I will light، light هنا معناه يشعل، I will light the fire، يبقى once it will get خطأ رهيب، had got was getting gets، او ايه تاني بقى؟ او has got مضارع تام. I will pay you هدفع لك، والله هندفع لك، I will pay you هدفع لك، when I my check لما يوصلني الشيء. I'm getting مضارع مستمر، will get كارثة، مفيش will get بعد أداة ربط، ولا had got هنا تنفع لأن الناحية التانية في future، ولا تنفع I'm getting مضارع مستمر، هي I have got، وتنفع إيه بقى؟ when I get، دي have got مضارع تام، يا إما get present simple. She will stay in bed، هتقعد في السرير، till حتى تدق الساعة كذا، strike strikes، قد تنفع لو في اس هنا. Had struck ما تنفعش، ولا struck strikes. She on working until she he tells her to stop، هي تستمر في الشغل حتى يقول لها أن تتوقف، يبقى ده future، حدثين يحصلوا في المستقبل. الحدث الأول present perfect مضارع تام يا present simple، والحدث الثاني will بأي شكل بقى، مستقبل بسيط تام مستمر أو صيغة الأمر. يبقى هنا she on working until he tells her to stop، she will go future present. when he I'll give him the key، لما يرجع هديله المفتاح ان شاء الله، لما يرجع بقى. when he I'll give him the key returned return will return، فيش will بعد اداه ربط، returned ما تنفعش ماضي بسيط ازاي الناحيه الثانيه في will، ولا return كانت تنفع الا اذا كان في اس، يبقى he returns او has returned. by the time اوعى اوعى تقع في هذا الفخ، by the time ممكن يجي بعدها ماضي على فكره past، والناحيه الثانيه past perfect، ده لو هناك past perfect. بص انا بقول ايه، will have a job، will have a job، يبقى by the time فين present simple هنا؟ oh he is. I until the January sales started to buy a new jacket، انا هستنى لحد مبيعات يناير والتخفيضات تيجي وبناء عشان اشتري جاكيت، الجاكيت غليت ما شاء الله يعني بقت اوفر خلاص.
خلاص فاستنى حتى يأتي تخفيض. يبقى will have waited هكون انتظرت مستقبل تام. I wait هنتظر في present ولا have waited انتظرت. لا I'm going to wait هنتظر. After I will go out to book the tickets. Will go future. يبقى after I have taken a shower بعد ما اخد دش او after I take present simple او present perfect. I hope اتمنى I hope he gets here نيوصل هنا. The train leaves. There isn't another train today. ما فيش قطر تاني. مش هقول هتمنى يجي هنا بعد القطر ما يوصل. ازاي يعني اتمنى يجي بعد القطر ازاي وما فيش قطر غيره؟ يبقى ايه بقى؟ until حتى ولا before. اتمنى يوصل قبل ما القطر يمشي. We can leave as soon as. احنا ممكن نمشي بمجرد ان. The plane will take off. هل يجي بعد future؟ يجي بعد اداة الربط will. They are going to phone. No, we can leave as soon as. The train arrived ماضي؟ ازاي ده؟ غلط. We can leave as soon as you are ready. احنا ممكن نغادر مجرد ما تكون جاهز يا صديقي. You must wait. The traffic light changes to green. لازم تتوقف حتى تتحول الإشارة للون الأخضر. مش before ولا as soon as ولا after. Until. When I the car, I will join you. Well. Future. حرام بقى future الناحية التانية. يبقى when I bullished ماضي. ازاي؟ was bullished. لا. بعد ما انا bullished اتلمعت. ازاي يعني؟ will bullish. ازاي بعد اداة الربط will. have bullished. بعد او عندما ايه polished the car لما على العربيه هاجي لكم ان شاء الله. have polished ده present perfect يا تقول polish مضارع بسيط. The price of the petrol is so high I can't afford to run a car anymore. هو بيقول لك اسعار البترول في العالي البنزين بيغلى 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 فانا ما عادش عنده قدره afford to يتحمل ماديا ان انا اسوق عربيه اكتر من كده بقى خلاص ما عادش عندي قدره على ده. يبقى as soon as مجرد أن ولا until حتى ولا before قبل لا هي now that بما أن الآن أسعار البنزين غالية فأنا مش هقدر على العربية أشوف لي بقى عربية كارو وجريرها حمار من غير بنزين ما هو الوضع الحالي كده ما فيش بنزين هتدفع كام بقى هتفول عربيتك بكام صباح الخير. The film is over I will go to bed will go to bed هروح أنام will go to bed يبقى future يبقى حدثين لسه هيحصلوا في المستقبل. يبقى the film is over او مجرد ما الفيلم يخلص is a present simple هروح انام. يبقى just as ولا until ولا while هي once لحظة ما الفيلم يخلص هروح انام. It's raining now we had better wait هنا دي had better دي معناها من الافضل لك ده مضارع مش ماضي. Until الجو بيمطر احنا احسن لنا ننتظر. Until it يبقى will stop اوعى تجيب بعدها interrupt will. Until it stop كانت تنفع في اس stop the ماضي ازاي هي stops. Please us when you arrive please انا عايز اقول صيغه الامر لو سمحت اتصل بينا لما توصل. يبقى will call في بتغلطوا في الخطا الشاسع ده تقول will call لا ده صيغه امر ما تنفعش will call calls ما تنفعش صيغه امر فيها اس. have called مضارع تام هي call us لو سمحت اتصل بينا لما توصل. they always their curtains curtains اللي هي الايه الستائر استنى نمسح الخطا ده تمام they always خلي بالك من كلمه always دي دائما ما تفكركش بحاجه ديت ان انت تستخدم للعادات مع البريزنت سيمبل فعشان ما توقعش في الفخ وتختار will. They always their curtains الستائر once they get home لحظه ما بيروحوا البيت ها بيعملوا ايه بقى بيقفلوا الستائر. هنا ما تنفعش ويل مع ان احنا متفقين ان ادوات الربط زي وانس وكده وافتر وبفور وتيل وانتيل وباي ذا تايم واز سون از واز ذا داي واز ا مومنت بعديهم بريزنت بيرفكت او بريزنت سيمبل وناحيه ثانيه فيوتشر ماشي. بس دي بتقول لك تريكايه بتقول لك خلي بالك دي عاده
عندهم يبقى زي كلوز زي كيرتنز. وانس زي جيت هوم مجرد ما بيروحوا بينزلوا الستاير. انت عارف لو شلت كلمه اولوز دي يبقى ممكن اقول ايه بقى؟ زي ويل كلوز ذير كيرتنز هينزلوا الستاير لحظه ما يوصلوا. يبقى ده حاجتين لسه حصلنا في المسابقه لكن هم عندهم العاده دي دايما. يبقى ده بريزنت سامبل يبقى كلوز. I like to have the radio on. خلي بالك من الجمله دي. انا دايما بحب اشغل الراديو. وايل الناس اللي عايشه طول وايل بعدها ماضي مستمر. وايل اي واز رانينج وايل اي واز ايتينج وايل ماضي مستمر ماضي بسيط وايل ماضي مستمر. اهدى 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 اهدى. مش كل وايل بعدها ماضي مستمر. دي قاعده من ضمن قاعده. وايل انا بحب اشغل الراديو. وايل اي ستادي اه عادي عندي عادي عادي. وايل ما عادي عادي والله بينما بذاكر. وايل اي ام ستادينج مضارع مستمر وانا بذاكر برضه عادي. وايل ستادينج لما فيش فعل بعد واي عادي برضه. يبقى all are possible. كل دول are possible answers. التلات اجابات يمشوا على فكرة. Always turn off. دايما تطفي التلفزيون. Before you leave home. طبعا. قبل ما ايه ما تسيب البيت. مش as soon as you got bored it mill. دي. استنى برضو نشيل الحاجات اللي عمال تظهر لنا دي. مين بيعمل الحاجات دي عفريت دي ولا ايه؟ ماشي. او انا بقى مش واخد بالي. He will drive you. لاحظ will drive will دي اختصار will. He will drive you there. هيوصلك انك you need until you need after you need بعد ما تحتاج ولا before you need قبل ما تحتاج ولا whenever whenever حينما تحتاج في اي وقت تحتاج whenever. Don't worry don't worry ما تقلقش تقلقش يو. I will watch you. هشوفك وراقبك كده واحد نازل يعوم ما تخافش انا متابعك لو هتغرق ولا حاجة. While you in the lake في البحيرة. الله وايل انا حمارة عايزة درجات تحت الصفر. ايه مالك في ايه يا مستر؟ اخترت وير سويمينج ليه؟ بيجي بعد وايل الماضي مستمر. بيجي بعد وايل الماضي مستمر لو في حدث في الماضي قطع حدث اخر. While I was going to school I met Mr. Nader. While I was running I fell down. وانا بجري وقعت. ماشي. لكن انا بقول لك ما تقلقش انا هتابعك هتابعك حدثين في المستقبل بينما انت بتعوم في البحيره هنا. يبقى انا عايز بريزنت سيمبل. اه والله يبقى سوام. ما ينفعش دول كلهم ولا وير سويمنج ولا سويمنج ولا سوام ماضي. هي ويل درينك هيز كوفي هيشرب القهوه بتاعتي. ويل درينك هيز كوفي وايل هي فور ذا باس وهو مستني الاتوبيس بتوحي بالاستمراريه هيشرب القهوه بتاعته. ويت هاز ويتد لا از ويتنج. You can't get experience. أنت عمرك ما هتحصل على خبرات في مجال العمل. You have got a job. إلا ما تحصل على وظيفة. While ولا after ولا as soon as. Yeah, until. حتى. He the letter before he put the stamp on the envelope. Envelope اللي هو ظرف الجواب. Stamp الطابع. عايزك تاخد بالك إن الفعل ده الجملة دي مهمة جدا. الفعل ده حضرتك في البريزنت ولا في الباست؟ جاوب كده. بريزنت ولا في الباست؟ في الماضي. الفعل ده في الباست في الماضي. عرفت منين يا مستر؟ لانه لو في البريزنت كان ضاف اس لان في افعال في اللغه الانجليزيه قلتهم لك لما كنت مديك البوستر ده كنت بتغنيهم كات 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 بوت 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 ليت 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 شات 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 صح. الافعال هي زي المضارع بتاعها زي الماضي زي التصريف الثالث كات 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 بوت 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 شات شات لات شات 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 هيت 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 يخبط هيت 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 بوت 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 ودي ما اسمهاش بط يا اسمها بوت بوت يضع. فبوت بوت بوت التلاتة زي بعض. لو ده في البريزنت كان ضاف اس لان معي وش ويت ضاف اس يبقى اوتوماتيك ده ماضي. يبقى هنا ماضي بسيط بعد بيفور يبقى قبلها ماضي تام. فين الماضي التام؟ هاد ريتن. ناو ذات دلوقتي خلاص هو بيقول لك ناو ذات ذا ترين ابوستروفي اس ستوب دي اختصار هذا يا باشا. دلوقتي الايه المطر توقف. توك تحب تمشي؟ Can you want؟ في حاجة اسمها can you want؟ تستطيع أن تريد؟ Have you wanted؟ May you want؟ لا. Do you want؟ Do you want to walk؟ Do you want to walk؟ Okay. The lift اللي هو الأسانسير until you press present simple أهو مضارع بسيط present simple بسيط. The lift until you press the button إلا ما تضغط على الزرار. Starts هيبدا الا ما تضغط على الزرار. هاز ستارتد ولا مش هيشتغل؟ مش هيشتغل مش ويل ستارت هيشتغل حتى تضغط على الزرار. لا مش هيشتغل. يبقى وول نوت ستارت اللي هي وونت ستارت. ده الجزء بتاع الواجب اللي في كتاب جيم.
Thank you. Have a nice time. ونزاك. طلاب يا حبايبي بقى نبدأ ايه؟ Unit 3 Part 1 الجزء الخاص بالفيوتشر. التعبيرات بتاعة الفيوتشر والتنسز بتاعته. أول جملة طبعا بيقول لي How old are you؟ عمرك كام؟ I 16 on Saturday. طبعا قلنا التركيبات دي طبعا دي حقائق خاصة بالمستقبل ما تنفعش I'm being ولا am طبعا ولا ايه ولا دي طبعا ولا is going to be الإجابة will be لأن دي معروفة أن دي حقيقة خاصة بالمستقبل. Me a favor please ما تعملش فيها جميل يا أخي والله يا أخي بالله عليك يبقى ده أوه إيه asking for help طلب مساعدة. Will you do? Are you doing? Do you do? Are you going to do? Are you going to do? طبعا will you do me a favor ما تعملش فيها جميل يا أخي والله. I expect أتوقع I expect expect طبعا دي من الكيوردز اللي انت عارف there is a match tomorrow طبعا في tomorrow اهي وده تنبؤ تمام أتوقع انت عارف ان الصيغة دي طبعا will plus infinitive يبقى will when your bags look heavy الشنط اللي معاك دي شكلها تقيلة اوعى تقول لي ده دليل ده واحد شايل شنط تقيلة وانا بقول له هساعدك هساعدك offering help will be helped سأكون سأساعد بس دي على فكرة دي بس ولا I'm helping بساعدك مضارع مستمر ولا help present simple ولا will help will help لأن ده offering help I'm going on holiday next week أنا رايح أجازة I'm sure أنا متأكد طبعا دي keyword الويل على طول يبقى will enjoy it I think you're very good at drawing ده تنبؤ ما فيش ده أدلة عليه أعتقد يا ابن أنت تبقى كويس في الرسم is going to be are being are going to be أو are going to be ما فيش توه هنا برضه he will be طبعا أنا متأكد بص I think أعتقد يبقى دي will the twins التوأمين دول 17 next week ده حقيقة خاصة بالمستقبل بالعمر وبص يبقى will turn هيكون عندهم كذا سنة don't worry ما تقلقش don't worry I'm sure اهي مفتاحه them again soon هتشوفهم تاني ان شاء الله قريب هتشوفهم تاني ان شاء الله ان شاء الله هتشوفهم تاني بإذن الله you will see the phone is ringing تلفون بيرن I ate بص قرار سريع good decision هقوم ارد I will answer it طبعا على طول هقوم ارد على طول I will call you again later خلي بالك من الجمل دي بقى يا باشا الجمل دي عظمة بص I will call you later هتصل بيك بعدين في will plus infinitive وفي أداة ربط منورة اهي أدوات الربط دي تتبع ببريزنت سيمبل أو بريزنت بيرفكت لو الحدث الثاني فيوتشر بص يا باشا arrive اه صح مضارع بسيط have arrived اه مضارع تام تمشي arrived ماضي عمرها ما تنفع يبقى هنا يجي لك أسئلة زي دي إن الأولى والثانية تنفع يبقى إيه and P يجوز إن أنا أقول arrive ويقول جوز إن أنا أقول have arrived Can I have the newspaper when you ممكن حضرتك اخد منك الجورنال ده وزت شوف الهبل اهو انا عارف ان انت عاملها عارف ان انت عاملها او انت عاملها ويل فينش صدقني انا عارف بص كده هتلاقي نفسك عاملها ويل فينش هو كده غباء ليه يقول لك لما تخلص ما هو بيقول ممكن اخد الجورنال لما تخلصه ما احنا قلنا ادوات الربط مش هيجي بعدها فيوتشر البديل ايه يا بريزنت سيمبل يا بريزنت بيرفكت يبقى وين ايه When you have finished ضرع تام اهو او when you finish finish تنفع هو مصر ان ما حطش نقط finish تمام يبقى present simple يبقى present perfect طبعا مش موجود المضارع البسيط اهو يبقى المضارع التام اهو don't say anything اوعى تقول حاجة don't say anything استنوا ما امسح اللي انا عملته ده don't say anything Don't say anything. ما تقولش حاجة. While Omar is here. اوعى تقول حاجة قدام الواد عمر ده. Wait. استنى لحد. استنى لحد. استنى لحد ما اعمل الألم. استنى لحد ما هو يمشي. مستر. انا عارف الغباء. انا عارف. روح بص كده تلاقي على نفسك عملها والجو. غلط. ما تجيش بعد ده تربط ويل. Until he goes. تنفع جو يا مستر. لا يا باشا قد تنفع لو ضفنا لها ايه. اسرين فعل مفرد. He went until wait until he has gone. زمن ايه ده؟ مضارع تام وممكن مضارع بسيط. لو كانت go تبقى goes كانت تمشي. Once لحظة اهو. Once I have finished. مضارع تام اهو. Once I have finished reading this book. لحظة ما خلص قراية الكتاب ده I it to you. هسلفهولك.
يبقى بريزنت سيمبل. الناحيه الثانيه مستقبل. طب ويل هاف لي انت هكون سلفته لك، ما ينفع مستقبل من اي نوع؟ لا، ما انت شوف المعنى ايه. Once I have finished reading this book, I will lend it to you. هسلفه لك يا باشا. مش هكون سلفته لك مستقبل تام؟ لا طبعا. When we the cake, we will cut it into pieces. لما بقى نسوي الكيكه دي هنقطعها كده ونديك حته ان شاء الله. Had baked ازاي باست بيرفكت؟ هناك في باست سيمبل هنا حاجه. بيك مش عارف تمشي مضارع بسيط. اه هاف بيكت اه مضارع تام تمشي، لان في الناحيه الثانيه ويل كات في فيوتشر. يبقى بيك وهاف بيكت الاثنين ينفعوا، يبقى الاجابه بي ان سي تمشي. ذا بلين تو برازيل، رحله البرازيل. يبقى ده تايم تيبل اوف تومورو ات 6 اي ام. ستقلع بريزنت سامبل، فين بريزنت سامبل؟ فين البريزنت سامبل؟ فين بريزنت سامبل؟ تيكس طبعا الغباء ويل تيك ويل تيك ويل تيك ويل تيك ويل تيك، لان ده فيوتشر يا مستر. فيوتشر مع تايم تيبلز عمرها ما تبقى ويل. ويل دي بتعب تدق، كنت عمال تقول لي ويل في اي جمل. ذا بلين تو برازيل تيكس اوف، تيكس دي تقلع ستقلع، ده فيوتشر والله فيوتشر، بس انتوا مقتنعين ان اي حاجه فيها فيوتشر فيها ويل 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 ويل. واحد تعب. Once I eat dinner tonight I will watch TV. خلي بالك once لحظة ما تناول I will watch TV. عندك have present simple على فكرة، ده مضارع بسيط على فكرة. و have had تنفع مضارع تام. إيه أن سي تمشي. يا ده يا ده. When I have finished. هنا لما أخلص كل الامتحانات. ده لما تخلص يا حبيبي، أنت لسه ما خلصتش. هتروح شرم، انت مالكش شرم اصلا ولا ليك زي ما بقول لكم في السنتر كده، لا في شرم ولا غردقه الا لما تنجح، مفيش دلوقتي. When I have finished all my school exams، لما اخلص امتحانات بقى، لما تخلص ده لما. I to شرم، هسافر شرم. فين الفيوتشر هنا؟ will travel، هسافر. After I have studied، after I have studied I TV. طبعا هنا after ذات الربط اهي جاي بعدها present يبقى perfect، يبقى الناحية التانية ها future. فين future؟ مستر I'm going to watch. اه صح صح، بس انت ما بتشوفش، معلش والله ما بتشوف، لان مفيش تو هنا. كتمش لو قلت I'm going to watch، هي will watch مستقبلها. We want to start the meeting. مش هنبدأ الاجتماع. Want to start ايه؟ Future. مش هنبدأ الاجتماع. Until you ايه؟ لما توصل. Will arrive يا مستر. Will arrive لما توصل، ما مستقبل. مفيش بعد عادات الربط. Will تاني. طب ايه فين يا مستر تنفع ايه؟ Arrive زي تنفع. مضارع بسيط اللي فيه اس. الفعل يو. مفيش اس. الفعل يو يبقى مفيش اس. يبقى هي الإجابة الصح. Arrive. يا رب. توين 20. I want to get to the cinema. أنا عايز أبدأ أروح السينما. أروح السينما before the film. بص قبل السينما. قبل الفيلم ما يبدأ يا مستر يبقى will start. هقول إيه؟ هدعي عليكم. will start. ما تنفعش. قبل الفيلم ما يبدأ. present simple والله. مضارع بسيط. by next August. أظن أنت عارف إن by next August دي من المفاتيح التي تعبر عن future perfect. اللي هو will أو shall زائد have. زاد الباست participle. يبقى بحلول اغسطس الجاي his new farm house. بس خلي بالك الجمله باسيف. his new farm house هيكون بني وشيد، يبقى will have been erected. erected يعني يبني او يشيد. the new underground railway line، الخط بتاع مترو الانفاق ده by 2030، بحلول عام 2030. ما تقولش will have built، الجمله باسيف. بيقول سيكون بني واكتمل بناؤه. فين؟ فين المستقبل التام في صيغه الباسف؟ يبقى will have been built. I expect، انا اتوقع that he the match next Friday. ده تنبؤ ومش تنبؤ قائم على ادله ولا حاجه. يبقى هيفوز، يبقى will win المستقبل العادي مش will be winning. Don't phone me at 8 a.m. tomorrow man. ما تتصلش بيا الساعه 8. ليه؟ هكون سايق للمطار وسايبها لك وماشي. يبقى will be driving.
هكون سايق في الوقت ده لان اكدت على وقت في زمن معين، يبقى ده فيوتشر كونتينس، مستقبل المستمر. ماي بلين، عايزين حرام بقى عمال اقول لك ماي بلين، طيارتي اتن اوكلوك وانت رايح برضو على ويل، غباء رايح برضو على ويل. ماي بلين ليفز، جدول مواعيد ثابت، يبقى مضارع البسيط التصريف الاول واضاف نهايه الفعل اس مع الفعل المفرد هي وشويت. هاي ماي فاميلي، طبعا رايح على ولتك برضو. مستقبل يا مستر بولتك، اقول يا عم بيقول لك عيلتي مي اوت تو داي فور باسنج ماي اكزام، عشان نجحت يبقى مرتبين لي خروجه حلوه وكده. هما لسه مش هيرتبوا خروجه حلوه لما تنجح الاول. انجح الاول يا عم ونرتب لك زي ما نحب وتخرج وان شاء الله نديك مكافاه باذن الله، وحفله ان شاء الله اخر السنه تبقى من الاوائل، بس انت انجح ومذاكر الاول. فعيلتي يا رب الجمله دي تحرك فيك حاجه. عيلتي مي اوت تو داي فور باسنج ماي اكزامز، قلنا الارينجمنت والترتيبات والحاجات المعده لها ار تيكينج مي، هياخدوني حضرتك ويخرجوني. وي اكارد فور ماي براذر ات ذا مومنت، ات ذا مومنت في هذه اللحظه او ناو، قلت لكم دي من مفاتيح المضارع المستمر لان له استخدامين، شيء يحدث الان وشيء لسه هيحدث في المستقبل ورتب له. فين المضارع المستمر؟ ام ويز وار ذات فيرب بلس انرجي، يبقى ار ميكينج. وي نيد يور هيلب، وي نيد يور هيلب، محتاجين مساعدتك. دو ات فور اس، هتعملها لنا ان شاء الله، ان شاء الله، يبقى انا بستجدي وبطلب مساعدتك، معروفه ويليام. ذا ماتش، جداول المواعيد الثابته اهي، ذا ماتش at 6 o'clock starts، سيبدا. اوعى تخش على ويل ستارت برضه، والله العظيم انا عارف كل اجاباتك غلط، عاملها لي ويل ستارت برضه. This year I'm going on holiday with my family to Italy. I'm sure، انا واثق، الاجابه خلاص اهي، انا واثق، يبقى ايه؟ will enjoy. will على طول، لان ده متاكد. Are you leaving this evening؟ انت هتغادر؟ Yes, my train. My train، القطر بتاعي will be leaving، مع جدول المواعيد الثابته ده مستقبل مستمر ما يجيش. will leave ده ما يجيش برضه، مع ان ده جدول المواعيد واللي ما يجيش فيه. is going to leave، هذه الصيغه لا تاتي مع جدول المواعيد، يبقى leaves. leaves هنا سيغادر، مش will leave برضه. Have you made any arrangements؟ أظن الكلمة دي تعبنا منها، arrangements. هل عملت ترتيبات؟ Yes, I a friend from Cairo on Monday. الزمن اللي بيعبر عن الarrangements المضارع المستمر اللي هو present continuous. يبقى a meeting، أهي سأقابل. Do you have any plans؟ خطط، شفت؟ شوف دي. شوف داي. شوف داي. شوف داي. فين داي؟ بص داي. بلانس، معروف الاجابه على طول ان دي خطط، يبقى I'm going to meet. It's arranged. شوف داي بس اهي، شوف اهي اهي، بتقول لك شوفني شوفني يا شوفني يا اهي 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 اهي. It's arranged، بس في تو هنا بقى كده عشان ده خطا مطبعي ودي ناقصه. It's arranged. We will go. Are going. Go. Have gone. Are going to. هنا دي مش صيغة going to اللي هي سوف، ده الفيرب go ومضاف له ing وده مضارع مستمر. are going to. are going to. I'm going on holiday to Europe this October. طبعا انت مش هتروح برضو اجازات، انت قاعد تذاكر في ثانوية عامة. this October should I take an umbrella؟ ممكن اخد شمسية وانا ماشي؟ yes، قلت لك انت برضو مالكش شمسيات ولا خروجات، انت هتقعد تذاكر، انت لك سنتر بس. I'm going on holiday to Europe this October. Should I take an umbrella? Yeah. It iba. ربما تمطر. Well, probably rain. أظن probably معروف أنها will على طول. He a geologist. When he leaves university, this is his plan. شوف داي. أي بس داي. أو plan. 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 خطة. فين بقى الإجابة الصح؟ اللي بتعبر عن الـ intention والـ plans. Will become. has become becomes لا طبعا is going to become وفي ايه هنا متاكله I expect اتوقع he passed the exam easily ده توقع قائم على ادله لا قائم توقع would should ما تنفعش would ولا should نصيحه ولا must الزام هي will she to London next spring
مسار. طب ما جابش ليا حاجه تعبر يا ابني. الترتيبات للسفر والتنقل والترحال والمقابلات الاجتماعيه present continuous مضارع مستمر فين is traveling. We hope our country, نتمنى, شوف الفعل, شوف الفعل hope ده, our country up with the developed countries in the next future. يبقى ده تمنى ايه, hope تمنى, will catch up with, catch up with, يلاحق, يساير, يواكب. التعبير ده مهم, اكتبه وانا كتبه لكم على فكرة قبل كده في ملازم الترجمة, catch up with, يساير او يواكب او يلاحق, نلحقهم ونسيرهم نبقى زيهم يعني. I'm afraid, الغباء, I'm afraid, الغباء, ايه مستر انت قلت لنا I'm afraid, I think, I hope, I believe, يجي بعدها will, فانا مختار will. طب اقرا الجمله, هي will تخيبه. I'm afraid we on time for the meeting, طبعا انت عاملها will, وانا عارف, انا عارف والله, انا عارف غبائك عاملها will. في واحد هيعتذر بيقول انا اخشى ان انا هوصل في ميعادي على الاجتماع. بالله عليك يعني انت هتتاسف ان انت تروح في مواعيدك؟ بالله عليك, ولا تتاسف ان انت مش هتقدر تروح؟ يبقى want to be a bee. There are a lot of cracks, 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 تشققات. يبقى في دليل واضح ومرئي رؤية العين. ايه اللي بتعبر عن الدليل؟ مستر بس في I think, ما انا عارف ان موجود I think, موجود I think وفي دليل, ماليش علاقة برضه, مش will يعني, لو ما فيش دليل كانت تبقى will. لكن there are a lot of cracks in the wall, it's going to fall. I hope, اتمنى, schools more attractive, ان المدارس تبقى اكثر جاذبيه يعني. اتمنى ده, اتمنى ده. يبقى ايه بقى؟ will be, طبعا انت عارف عشان hope واي ثينك اي بليف وكده. احمد promises, خلي بالك اصل دي لو promise دي تبقى حوار, promise دي بقول. لكن احمد promises that he me as soon as the plane lands, شايف as soon as ما جاش بعدها will, هو جاي مدرع بسيط اهو. يبقى احمد promises that he will phone me, هيتصل, مش would phone, ولا phone دي ماضي, ولا فونز مضارع, مضارع ازاي؟ once, لحظة, once we have finished, بعدها مضارع تام اهو, present perfect, exploring Mars, بمجرد ما ايه ما ننتهي من استكشاف كوكب المريخ, we other plan places that have life, هنشوف اماكن تانية بقى هناك تكون فيها الايه بقى الحياة. يبقى will probably find, مضارع تام اهو, يبقى الناحية التانية في will. Many major projects, العديد من المشروعات الهامة, by the international bank, جملة باسف يا باشا, by البنك الدولي بحلول عام 2055, طبعا ده مستقبل تام. بس في صيغة الباسف فين بقى الباسف هنا؟ will have finance, finance يمول, يبقى will have been financed, العديد من المشاريع ستكون قد مولت, اتمولت, البنك اللي مولها. يبقى البنك لو بدأت بذا بنك يبقى will have financed the projects, the project بالمشروعات دي, the projects will have been financed, هتكون مولت. It's arranged, طبعا انت هتدور على المضارع المستمر مش هتلاقيه, وتنسى ان انا اقول لك ان في زمن تاني يستخدم للتعبير عن الارينجمنتس برضو, اللي هو قول كده الفيوتشر كونتينوس, فين بقى المستقبل المستمر فين هنا؟ will be swimming, انا هنكون بنعوم في البحر بكره الصبح. هي على فكره ار سويمنج, بس هو بيضغط ان هو في الوقت ده هيكون بيعوم, ترتيبات اهي. I in the hospital, انا ربما اكون في المستشفى. I am probably, بس probably ما تجيش مع الصيغه دي, ولا I am going probably مع going to, ولا I am probably being, هي I will probably walk in the hospital, انا ربما اشتغل في المستشفى دي. شوف اللي جاي دي بقى, وجمله مهمه جدا بقى, وبرضه هتروح تختار ويل زي الماء, الحمد لله ما فيش ويل, الحمد لله, بس هتروح تختار حاجه تانية برضه, غباء برضه. My German lesson, حصه الالماني مالها؟ Is starting مضارع مستمر في الصيغه دي بالله عليك؟ Start مضارع بسيط من غير اس, الفعل مفرد هنا, has been starting مضارع تام مستمر ليه؟ ليه ليه ليه؟ هي starts, ستبدأ, جداول مواعيد ثابتة, time tables. The launch of satellite, إطلاق القمر الصناعي at 7:50 tomorrow. يبقى أنا قايل لك إن verb to be هنا مضارع بسيط أهو, is, ده present simple, is والله, أوعى تقول will be هنا, is, is, هيكون, ده مضارع بسيط. My plane, شبعنا بقى الكلام ده, my train, my plane, the lesson, my plane, طيارتي at 10 o'clock tomorrow. راح تختار شال ليه برضه؟ ما لقيتش, يقول لي راح تختار شال,
يعني انا خلصت من ويلا رحتك تختار شل وتقولي ما هو مستقبل برضه يا ابني، ما هو مستقبل بس ده جدول مواعيد ثابت يا ابني، يبقى عمرها ما تبقى شال والله ولا ويلا اصلا ولا از ليفنج، ده جدول مواعيد ولا ليف عشان ما فيش اس يبقى ليفز. Perhaps perhaps المفروض visit دي تتشال عشان احنا قلنا ده في الملزمة تتعدل، visit دي تتشال. Perhaps ربما they ask next Saturday. في طالب يقول لي may، هي may مع perhaps ما تنفعش، انا ممكن اقول they may visit us ممكن يزورونا بالاسبوع الجاي، لكن perhaps they will visit، perhaps مع will ربما يزورونا. She to Spain next Monday. Everything is arranged. Arranged. برضو بتدور على حاجة تانية وروح تختار ويل برضو. الحمد لله ما فيش ويل. في ود. اختارها زي لهبة. ود. لا طبعا. ترتيبات. ترتيبات. يبقى is flying. مضارع مستمر. I tennis with a friend. That's my plan. خطتي. Plan. 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 بلان يا مكرم، بلان. فين بلان بقى التخطيط اللي احنا بنستخدم فيه بلان؟ I'm going to play. تركيبة I'm going to. He drives at breakneck speed. الراجل ده بيسوق بسرعة جنونية مذهلة خطيرة. He an accident. يبقى انت شايف دليل رؤية العين. Look at this man, he's driving carelessly man. شايف الراجل ماشي حصان بيعمل ازاي؟ ماشي بس بيعمل ازاي؟ عمل حادثة. يبقى انت بتتنبأ يا باشا. دليل واضح. He drives at breakneck speed. ولا is going to have. Is going to have. I 25 next Monday. طبعا دي حقيقة على طول معروفة. Will be. Don't phone me at 8 a.m. tomorrow. واتصل الساعة 8. ليه؟ The kids. هكون واخد الأطفال to school. يبقى هكون واخدهم وبوصلهم بدا future. Continuous. مستقبل مستمر. يبقى will be driving. Look at those black clouds. ده evidence واضح. Look at those dark clouds. شايف السحب السوداء؟ It هتمطر. It's going to rain. لأن ده دليل واضح رؤية العين. By 10 o'clock tonight. أظن by 10 o'clock tonight ده مفتاح للفيوتشر بيرفكت. بحلول الساعة 10 tonight all my homework. هكون عملت واجبي. بيعمل واجبه مش زيك خيبان. ها finish will finish I'm finishing. طبعا ما تنفعش finish، ده مش مستقبل تام ولا ده مستقبل تام، ده مستقبل بسيط. I'm finishing ده مضارع مستمر. will have finished هكون خلصت الواجب. على الله تقوم تعمله الأول أصلا. It's very hot in the house. الجو حر. ما تجيش تقولي ده دليل الجو حر، ده دليل يا ابني. بقولك الجو حر في البيت هشغل التكييف. يبقى فين will turn؟ ده قرار سريع. هتقوم تشغل التكييف وبابا يقول لك اطفي تاني، فاتوره غاليه. The bridge الكوبري across the river by next January بحلول يناير الجاي. الكوبري هيبني ولا سيبنى؟ اشرح عرب انا كمان وابني المجهول. سيبنى هيتبني لسه. يبقى will have been built. They are party next week. Everything is arranged. Arranged. Arrangements. Arranged. Arrangements. مضارع مستمر. فين يا ابني المضارع المستمر هنا؟ فين يا ابني have؟ فين يا ابني have had؟ Are going to have ده مضارع مستمر؟ مضارع مستمر. Are having. Present continuous. Our last lesson. الحصة الأخيرة. جدول مواعيد ثابت. At 2 o'clock this morning. فين بقى present simple؟ فينه؟ فين؟ Is finishing؟ Will finish؟ لا طبعا. Going to finish؟ لا finishes. وضيفنا اي اس هنا، خلي بالك فعل مفرد والفعل منتهى ب اس اتش. Look there's a sandstorm. Look تروح تجري على الشباك في عاصفه. في عاصفه. ما تقولش ده دليل، لا ده في عاصفه. هقوم اقفل الشباك التراب هيدخل. بص بص في عاصفه. Sandstorm عاصفه رمليه. اقفل الشباك. قرار سريع. فين القرار السريع اللي بتستخدم معاه ويل؟ ويل اهي. هنا بقى المفروض تستخدم ويل، تروح تختار لي حاجه ثانيه. والجملة اللي المفروض ما تختارش ويل تروح تختار ويل. There are no clouds in the sky today. ما فيش سحب في السماء النهاردة. دليل برضه. I think it. هتقولي فيه I think. I think موجودة وفي دليل ماليش علاقة. يبقى الدليل واضح ويبطل عمل I think. I think موجودة مش قصتي. بس في دليل. يبقى it is going to be very hot.
A family party on Saturday. Would you like to come? أقول لك الغباء وهتبص في الملزمة تلاقي نفسك غباء في غباء. مختار ويل صح؟ بص كده. ويل صح؟ هقول ايه؟ تنفعش. ليه؟ احنا هنعمل حفلة. الترتيبات. ما فيش حد مش رح يعمل حفلة بكرة. لا لازم في ترتيبات. يبقى are having a family. وتيجي تقول يا مستر انت قلت لنا verb to have لا يأتي في الأزمنة المستمرة. ده لو جاي بمعنى يملك. فعشان لك I'm having a car. Now, I have a car. Nader has a car. Has. مش is having a car. لكن where is Mr. Nader? He is having his coffee now. بيشرب قهوة. He is having his breakfast. بيتناول فطار. Have هنا معناه يقيم. هيقيم حفلة فتاتي عادي. Are having. Go and see that fell. روح شوف الفيلم ده يا I'm sure أنا متأكد that you ate I'm sure قلنا دي معروفة I'm sure متأكد يبقى will enjoy look out خلي بالك the rock is loose مفككة خلي بالك الصخرة دي مفككة ده دليل رؤية العين اهو it on your head هتقع على دماغك it's going to fall دليل I think it rained because the sky is really dark. الدليل اهو. The sky is really dark. والرين لا. رينز لا. مش حقيقة هي. It's raining مش بتمطر دلوقتي. أنا أعتقد أنها تمطر قائمة على أدلة. It's going to rain. It's going to rain. It's going to rain. I'm sure. أنا متأكد يا. The match really exciting. I'm sure. قلنا I'm sure على طول يبقى will be. We studying this book by the end of this year. By the end of this year. التعبير ده انت عارف انه من المستقبل التام. فين بقى المستقبل التام will وشال زائد have زائد past participle. اي will have finished. At 10 o'clock tomorrow يبقى انا بحدد وقت بكره. I launch with my family or my friends. يبقى في الوقت ده هكون باكل. يبقى will be eating. By 10 o'clock tonight بحلول الساعة 10 بكرة أو في الليل أو بالليل بحلول أنا جيت أظللها سويتها ما علينا بس هي واضحة شغالة برضه By 10 o'clock tonight I all my homework بحلول الساعة 10 النهاردة هكون خلصت يبقى مستقبل تام will have done She's going to look for a job هي هتبحث عن وظيفة As soon as احنا هنخلص الجملة دي الأخيرة وانا عارف برضو الغباء لحد الآخر موجود يعني الغباء لآخر 73 جملة بنحلهم انت مصر انها الإجابة ويل وانا عارف ان انت مختار ويل شوف عامل لك علامة دي لك تكون بتشوف ويل الرايف غلط هاي مفيش بعد أسنة أداة الربط بويل زاد المصدر قلنا يجي اما بريزنت سامبل يا بريزنت بيرفكت الله انا سهل يا مستر بريزنت بيرفكت هاف ارايف اولا هاف ما تجيش مع شيء وغير كده الرايف ما فيش فيها دي اصلا يعني دي غلط اصلا تركيبه غلط اصلا فين يا مستر المضارع البسيط arrives يا اما يبقى has arrived يعني بقول لك she is going to look مستقبل اهو هتدور على وظيفه هنا في مستقبل يبقى بعد اداه الربط يا present simple مضارع بسيط يا مضارع تام يعني اقول she arrives او has arrived بس have a nice time روح ذاكر اتكل على الله اغزي الشيطان وقم ذاكر استعيذ بالله الوقت بيجري ربنا معاكم Goodbye